أحييكم من باحة كنيسة مار يوسف للاتين في مدينة حيفا اختراقا للحصار الذي فرضه فيروس كورونا هذا العام. يحيد التطواب بتمثال سيدة الكرمل عن مساره التقليدي السنوي ليجوب الأحياء المسيحية التي تقطنها عائلات مسيحية، وذلك في فتح مشهد مؤثر وكأن السيدة العذراء الأم الحبيبة جاءت لتحتضن أبنائها المأسورين في بيوتهم والمحتشدين على شرفاتهم، وتخفق قلوبهم محبة وشوقا للأم الحبيبة فائقة الطهارة سيدة الكرمل سلطانة السماء. يعود هذا التقليد السنوي المبارك إلى عام 1914 في خضم الحرب العالمية الأولى، عندما اضطر الرهبان في دير مارياز على جبل الكرمل لإنزال تمثال العذراء إلى كنيسة الرعية إلى هنا في البلدة تحت في مدينة حيفا. وفي ربيع عام 1919 وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، أعاد الرهبان التمثال إلى مكانه الأصلي في دير مارياز على قمة جبل الكرمل وسط مسيرة شعبية مهيبة و طبعا هيمنة الترديل والصلوات على هذه المسيرة. يترأس الاحتفال هذا اليوم المدبر الرسولي سيادة المطران كير باتيستا بيتسابالا، يرافقه الأب عبدو كاهن رعية اللاتين في مدينة حيفا. في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا، لا تردي طلب طنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا، لا تردي طلب يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى. في ظل حمايتك تلتجئ يا ماريا، لا تردي طلب طنا عندما ندعوك. يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا نور الهدى. حمايتك نلتجئ يا ماريا، لا تردي طلب طنا. Thank you.
Amen.